بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي توحد بالحمد لنفسه
والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. أصحاب الفضيلة، أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة الحضور، محبي الاثنينية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله ليلتكم بالخير والمسرات. ها نحن نلتقي مجددا بإثنانية الحب والوفاء في هذه الدار العامرة لنكرم الليلة شيخا جليلا وعالما فاضلا، هو فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. فباسمكم جميعا أيها الحضور نرحب بفضيلته وبصحبه الكرام، وعلى بركة الله نبدأ هذه الأمسية الطيبة بتلاوة آية من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الجيد الشرقاوي. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بارك الله. أيها الأحباب، كانت النشأة الأولى لفضيلة شيخنا العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي تربية علمية ووجدانية تلقاها من والده الشيخ ملا رمضان البوطي رحمه الله، ومن معهد التوجيه الإسلامي الذي كان يرعاه ويديره الشيخ حسن حبنك الميداني رحمه الله. توجه بعدها في عام 1953 الميلاد إلى الأزهر، فالتحق بكلية الشريعة وتخرج منها، ثم حصل على دبلوم التربية من كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر. عين معيدا في كلية الشريعة بجامعة دمشق عام 1960 الميلاد، وأوفد إلى جامعة الأزهر للحصول على شهادة الدكتوراه، وفي عام 1965 الميلاد عاد إلى جامعة دمشق حاملا المؤهل الجامعي متخصصا بفلسفة الشريعة الإسلامية وأصولها. عين فضيلته في عام 1976 الميلاد عميدا لكلية الشريعة لعدة سنوات. يشغل الآن وظيفة رئيس قسم العقائد والأديان بجامعة دمشق، كما أن فضيلته عضو في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في الأردن. له ما بين 40 إلى 50 مؤلفا في الشريعة الإسلامية وأصولها وعقائدها والدفاع عن حقائق الإسلام وفي الآداب والاجتماع. اشترك فضيلته في مؤتمرات كثيرة شتى دولية وإسلامية وإقليمية. مرة أخرى وباسمكم جميعا نرحب بفضيلته وبصحبه الأفاضل. أيها السادة، الكلمة الآن لسعادة الشيخ عبد المقصود خوجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة العلم وفضلنا على كثير ممن خلق، والصلاة والسلام على عبده ونبيه خير البشر وعلى آله وصحبه أجمعين. الأساتذة الأكارم، الإخوة الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب باسمكم جميعا أجمل ترحيب بفضيلة العلامة الدكتور الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي الذي نتشرف بالاحتفاء به في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، كما نرحب بصاحبيه الكريمين فضيلة الشيخ محمد سليم بعيوني وفضيلة الشيخ عبد الرزاق دياب الذين تجشموا جميعا مشاق السفر من دمشق الفيحاء إلى هذه الرحاب الطاهرة لنتواصل على الخير والبر في طريق العلم على هدي سلفنا الصالح. إن شيخنا العلامة الذي نسعد بالاحتفاء به هذه الأمسية يمثل علامة بارزة في مجتمعي، فقد آثر العمل
والجهاد واختار طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في ظروف بالغة التعقيد، واقتدى في ذلك بوالده الفقيه العالم الشيخ ملا رمضان البوطي عليه رحمة الله. وعندما نظرت إلى مسيرة شيخنا المحتفى به، وجدته يترسم معالم الطريق الذي اختطه له والده. وبالرغم من أن احتكاكي الشخصي بشيخنا المحتفى به لا يزيد عن معايشة الكثيرين منكم له، إلا أن قراءتي لكتابه عن والده أفسحت لي طريقا واسعا لكي أرافقه منذ نعومة أظفاره حتى يومنا هذا. وأعرف عنه بعض أدق تفاصيل حياته الخاصة والعامة. وشيخنا المحتفى به شأنه شأن كثير من العلماء الأفاضل، يصعب على المرء أن يبتثر الحديث عنه في صفحات قلائل، ولكن محطات هنا وهناك قد يساعدنا في التعرف على ملامح من حياته الزاخرة بالعطاء والتواضع الجمي والزهد والحرص على أن تكون حياته في مجملها عملا خالصا لوجه الله تعالى. فقد كانت طفولته في جزيرة بوطان من أعمال تركيا امتدادا لحياة الشظف التي عاشها الأكراد منذ آلاف السنين في تلك البقاع المجدبة والأصقاع الباردة والتضاريس ذات المسالك الصعبة من تلك الطبيعة الحادة القاسية، ومن ممارسة رعي الغنم، ومن واقع موت إخوته الصبيان في صغرهم، تكونت معالم شخصية محددة الملامح. كانت فقط في حاجة إلى صقل ومتابعة لتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولم تكن الحياة في بادية بوطان تفي بأقل المتطلبات اللازمة للتحصيل والدرس، وأقصى ما يطمح إليه شاب في تلك الفترة أن يمتهن حرفة يدوية تدر عليه دخلا متواضعا. وتتوزع أدوار حياته ما بين طلب الرزق ومراعاة احتياجات الأسرة، ويبقى طلب العلم في آخر القائمة أملا يداعب النفوس بعيدا كنجمة تومض في أفق لا نهائي. هل إلى وصول من سبيل؟ من هذه البيئة التي حاولت رسمها بكلمات قلائل انطلق العالم الزاهد الشيخ ملا رمضان البوطي بأسرته الصغيرة عبر الحدود التركية إلى أرض الشام. كانت هذه الرحلة تمثل لهم مغامرة كبيرة في أرض قاحلة تعج بقطاع الطرق والحيوانات المتوحشة وغيرها من الهوام. إنها هجرة نحو النور ونحو موئل العلم ومهد الحضارات. وفي أرض الشام بدأ الشيخ الكبير يلتمس أو يتلمس طريق الرزق الحلال بعفوية تامة تحرسه رعاية الحق سبحانه وتعالى،
لم يمارس التجارة من قبل وليس له مهنة يجيدها، ولكن كانت تقوى الله تملأ نفسه وتفيض على من حوله، ومنهم ابنه محمد سعيد الذي كان في بواكير طفولته، وحفر الشيخ الجليل في صخر الغربة بأظافره أروع ملامح العطاء والصبر على المكاره، ولم يتكسب ببذل علمه على قارعة الطريق أو يتخذه سلما للوصول للحكام وعلية القوم ووجهاء المجتمع، بل آثر أن يدخل معترك الحياة من أوسع أبوابه، فعمل بتجارة الكتب التي لم يكن يجيد غيرها أو يتعامل مع شيء سواها، فكان يجوب الكثير من المناطق يحمل الكتب النادرة التي يحبها الأكراد المهاجرون في تلك المناطق، ومن دخلها المتواضع ينفق على أسرته الصغيرة ويكافح ليل نهار من أجل حياة كريمة قوامها العيش الحلال، راضيا بما قسمه الله له من رزق قل أو كثر. وفي تلك الأثناء لم يتوقف عن التدريس في الأوقات التي يجد فيها متسعا من الوقت لذلك، ورويدا رويدا سمع العلماء بالشيخ الذي يعمل بالتجارة ثم يجلس في حلقات الدرس، وكان ذلك شيئا غريبا عليهم، ولعلهم حاولوا إثناءه عن هذا الطريق، لكنه رحمه الله كان في غنى عن نصائحهم هذه، وتمسك بمبدئه في الكسب من كد يده لينفق على عياله، وجاهد جهادا موفقا ليرفع من شأن مجتمعه ويحارب العادات الضارة والفتن الماحقة التي كانت تعترض طريقه، وأنشأ مسجدا في منطقة تسمى الحارة الجديدة تقع في أعلى ساحة شمدين، وكانت تعد وكرا لعتاة المجرمين وقاع المجتمع، وتعرض لبعض ما كان يفعله أبو لهب بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، لكنه كافح ونافح حتى انبثق نور المسجد بعد بضع سنين، وتمت توسعته عدة مرات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين وطلبة العلم الذين بدأوا يتوافدون على ذلك الشيخ الزاهد التقي النقي الورع. من هذه البيئة الصالحة نشأ ضيفنا الكريم وارتحل إلى الأزهر الشريف لينهل من العلم ويحصل على شهادته العالمية، حلم كل الشباب في ذلك الوقت، وقد كان له ما أراد، ولكنه عندما عاد إلى موطنه فخورا بشهادته فوجئ بوالده يرفض انضمامه إلى سلك التدريس في الوقت الذي كان يتمنى كل إنسان أن يحصل على تلك الدرجة العلمية التي تؤهله لكسب مادي كبير بمقاييس ذلك الزمان. ولكن المربي القدير كان يهدف إلى تعليم ابنه الناشئ أن العلم ليس مجالا للتكسب، وإنما العلم جهاد ودعوة لوجه الله تعالى. فانصاع الشاب لرغبة والده عن قناعة وفي غير ضجر، متأكدا من إن العلم الذي حازه إنما هو سلاح
ووسيلة للتقرب إلى الله، وليس مجرد أسلوب من أساليب كسب العيش. وعندما اطمأن الشيخ إلى أن ابنه قد استوعب ذلك الدرس الأخير، سمح له بممارسة التدريس، ومن ثم المشاركة في كثير من المحافل والندوات والاجتماعات الإقليمية والدولية والمساهمات الإذاعية والتلفازية والصحفية وغيرها من النشاطات التي لا غنى عنها للذود عن حياض الدين وكبح جماح المتهورين. وبعد أيها الأحبة، فهذه ملامح يسيرة من مشواري مع عالم جليل لم تتح للظروف أن أتشرف بالتعرف عليه عن كثب وأجلس بين يديه لآخذ منه، ولكن بعض ما قرأت له والركض عبر صفحات كتابه عن والده مكنني بحمد الله من تلمس بعض جوانب شخصيته التي ذاع صيتها وعم الثناء عليها، فألسنة الخلق أقلام الحق، ولا نزكي على الله أحدا، سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وبعلمه ويحفظه سندا لإخوانه، وأن يجعل الخير في ذريته الطيبة المباركة، وأن يستمر مشعل العلم مضيئا بأيدي أبناء هذا البيت الذي لم يدخر أهله وسعا في جعل كلمة الله هي العليا. فطوبى لهم. أيها الأحبة، يسعدني في هذه الأيام والليالي الطيبة وامتداداتها الطاهرة الخيرة التي تسبق قنديل الشهور أن أزجي إليكم أجمل التهاني بقرب حلول شهر رمضان المبارك، راجيا المولى عز وجل أن يعيده عليكم جميعا وعلى جميع المسلمين باليمن والخير العميم، ولأننا جميعا سنكون في شغل بما هو أهم في ذلك الشهر المبارك، فإن الإثنينية سوف تحتجب مؤقتا على خير هذه الليلة، على أن نواصل مشوارنا في تكريم روادنا الأفاضل وعلمائنا الأكابر إن شاء الله بعد عطلة عيد الفطر المبارك. وكل عام وأنتم بخير، وهنيئا لكم هذه الليلة، وهنيئا لنا جميعا بهذا الرجل الطيب الأفضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هذا الحضور الكبير والوجوه الطيبة إلا دليل كبير على ما يكنه المحبون لفضيلة ضيفنا حفظه الله. والكل يعرف أن عقب أن ينتهي فضيلته من إلقاء كلمته سيكون هناك حوار مفتوح يجيب فضيلته من خلاله على أسئلة الحضور. والحقيقة الورقة التي أمامي وقد رصدت فيها الأسماء أصحاب الفضيلة والمعالي المتحدثين عن فضل وعلم ضيفنا كثيرون، ولكن نأمل منهم باسمكم الاختصار حتى يستوعب الوقت هذا الحب الكبير. صاحب المعالي الشيخ محمد عبد يماني، الدكتور محمد عبد يماني المفكر والكاتب الإسلامي المعروف، له كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وبعث إلينا خير الأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نحمد الله على هذه الليلة الطيبة المباركة والتي تأتي مسك الختام للإثنينية في هذا الموسم، وأي ختام أفضل من هذا الختام لرجل من أهل العلم والخير والفكر والأدب. وينطبق علينا في هذه الليلة ذرية بعضها من بعض، فهذا أخي الأستاذ عبد المقصود خوجة وفقه الله لعقد هذه الاجتماعات تأسيا بوالده الأديب الراحل تغمده الله برحمته، وهذا رجل فضل وعلم نستقبله الليلة، شيخنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. ومتى في هذا اليوم المبارك في يوم الاثنين، اليوم الذي فرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا يوم ولدت فيه، وفي هذا الشهر شعبان الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري، فيه أنزلت الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم، وفي هذا الشهر تحولت القبلة أكرمه الله فلنولينك قبلة ترضاها. فالحمد لله على هذا الاجتماع الطيب المبارك مع رجل من رجال العلم. أنا من الرجال الذين تتبعوا سيرته، لأنني عندما بدأت أكتب أول كتبي علموا أولادكم محبة رسول الله، ثم كتابي علموا أولادكم حب آل بيت رسول الله، وجدت في فقه السيرة الذي أكرمه الله بتأليفه خير قائد وخير معين وخير معين، فجزاه الله خير الجزاء. لكن ما استرعى انتباهي في مسيرتي ضيفنا الشيخ الجليل الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أنه رجل ثبت على الحق، ففي خضم الصراع الذي قد يكون البعض منكم تابعه أيام الحوار الجاد والصراع الشجاع مع الملاحدة ومع الشيوعيين، كان جريئا وصريحا وحكيما في نفس الوقت، لكنه لم يجامل أبدا. وفي ذلك الوقت كان من يصارع هؤلاء يعتبر كمن يضع رقبته في يد السياف، لكنه ثبت. وعندما فر من فر وهم في جملتهم من المعذورين أيام البلايا والرزايا، ثبت الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي وأدى الأمانة وعالج بحكمة وموعظة حسنة قضايا أساسية وجوهرية، فجزاه الله خير الجزاء. إننا أيها الإخوة عندما نكرم الليلة هذا الأستاذ الدكتور الإنسان، فإننا نلتفت إلى توجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بإكرام مثل هؤلاء العلماء وتقديرهم، وخصهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، ويقول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. قضايا جوهرية يطرحها المصطفى ليعلمنا الواجب نحو أمثال هؤلاء الناس، هذا الرجل الذي فرحنا بمقدمه لأنه تأريخ مشرق وعمل صالح، وصلنا ما وصلنا من كتبه وحرصنا على البعض، ونسأل الله أن يكون في مجيئه هذا ما ييسر لنا أن نحصل على البقية الباقية منها.
لكنني أقول كلمة حق، إن هذا الرجل الذي تتلمذ على والده وعلى أصدقاء والده وعلى زملاء والده أمثال المرحوم الشيخ حسن حبنك الميداني، ومن يعرف تاريخ هذا الرجل يعرف ماذا يعني هذا التاريخ المشرق الذي نستقبل اليوم تلميذ النجيب من تلامذته ومن تلامذة الشيخ ملا رحمه الله. ولكنني أقول كلمة حق أن أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حرص في شجاعة على أن يبدي رأيه دون مجاملة حتى لبعض من يعتز بهم كأصدقاء أو كإخوة أو كزملاء، كان صريحا واضحا يبدي رأيه في غير تردد، وهذه الصفة من صفة الذين يدافعون في الحق. وكما علمه والده في السيرة التي ذكرت أنه قال له: أسأل الله يا بني أن يحسن نيتك وأن يوفقك إلى القصد إلى الله، والله لو كنت أعلم، أبوه يقول له: لو كنت أعلم أن في عملك في كنس الشوارع يتحقق هذا لما ترددت لحظة في أن أدفعك إليه. رجال إن شاء الله ممن صادقوا ما عاهدوا الله عليه. الحمد لله على هذه الليلة الطيبة المباركة نستقطب ونستقدم ونتشرف بلقاء رجل من رجال الأمة، من أعلامها، من مفكريها، من علمائها، ونسأل الله أن يبارك في عمره وفي علمه وأن ينفعنا بمثل آدابه وأعماله، وأن يوفق من لم يطلع على هذه الأعمال أن يبادر إلى الاطلاع عليها، تتنفس فيها عبير السيرة النبوية، تشعر في فقه السيرة أنك مع رجل يحب هذه السيرة ويتفنن في عرضها بأمانة وصدق وتوثيق صحيح. إنني ما تعودت كما عرفتم أن أتكلم إلا دقيقة أو نحوها، ولكني اليوم أمام بحر زاخر متلاطم الأمواج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي علمه وأن يجمعنا معه دائما الخير، إنه على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأمل التفضل من الإخوة الحضور من لديهم جوال أو بيجر كتم الصوت حتى لا يؤثر على التصوير والتسجيل، كما تعرفون هذه المعلومات توثق هنا. نكرر مرة أخرى، وهذا الرجاء على لسان الشيخ عبد المقصود من المتحدثين الأفاضل، ألا تتجاوز مدة الكلمة 5 دقائق حتى نتيح لهذا الحضور الكبير على ما شاء الله مد النظر أن يسأل ويحاور فضيلة ضيفنا. الكلمة الآن لفضيلة المفكر الإسلامي المعروف الشيخ محمد علي الصابوني. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تعالى ونصلي ونسلم على صفة خلقه نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أرى من واجب الوفاء علي في هذه الليلة أن أتحدث عن فضيلة الأخ المحتفى بي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، وإن كنت قبل أيام سأعتذر عن الحضور لأنه جاءتني زائرة ثقيلة الظل هي التي زارت المتنبي وبقيت معه أياما وأنشد فيها أشعارا، وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام
فرشت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام. ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام. أصابتني قريب منها، هي أنف العنز التي تسمون الأنفلونزا، وطحنتني طحنة، ولكن جاءني الخبر من فضيل من أخينا المحتفي الأستاذ محمد سعيد خوجة عبد المقصود خوجة بأن المحتفى به هذا الأسبوع فضيلة الدكتور، فقلت سأذهب ولو حبوا على الأقدام أو على الرجلين. الأخ الكريم الذي نحتفي به اليوم رجل من نوابغ الرجال وعلم من الأعلام البارزين الذين تتطلع إليهم الأمة كلما أحاط وخيم عليها الظلام، تترقب انبثاق النور وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه رجل علم وفقه وفلسفة وأدب، نال أرفع المراتب العلمية وأعلاها بجهده وجهاده وتجشمه المصاعب والمتاعب دون كلل ولا ملل. تحدوه عزيمة صادقة تتمثل بين عينيه حكمة القائل وما أبدعها من حكمة، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. لم يكن فضيلته ليحصل درر العلم ونفائسه لو أن نفسه اكتفت بهذه الورقات التي تمنحها المعاهد والجامعات والتي تسمى بالشهادات، فأكون الإنسان معه الشهادة الورقة والعلم عند الله. ولكنه رجل مكافح ومناضل، أخذ علومه من المنابع الصافية، تلقاها على أيدي شيوخ أجلاء، نهلا ببحر علومهم ما يشفي غليلة. كان الواحد منهم موسوعة في شتى العلوم والمعارف، وقد أدركنا من هذه الطبقة رجالا نفتقدهم اليوم. إنه رجل عصامي بكل معنى الكلمة، نفاخر به ونفخر، رجل علم وخلق وأدب. إذا تحدث في العلوم الشرعية والحكم خلته حجة الإسلام الغزالي، وإذا تكلم في الأدب حسبته المنفلوطي أو الرافعي، وإذا استمعت إليه في الفلسفة خيل إليك أنه أرسطو أو أفلاطون. وباختصار وإيجاز بيان، إنه عالم فنان، إذا كتب أبدع، وإذا تحدث أقنع، وإذا ضرب أوجع. لا أقصد أنه ملاكم مثل محمد علي كلاي، وإنما يضرب الحجة، يضرب بالحجة رأس الباطل فيجدخه، بل نقذف بالحق على الباطل فأدمغه فإذا هو زاهق. وأكتفي بهذا القدر. كنت أحب أن أسمعكم بعض كلمات عن أدبي في هذا الكتاب، منهج الحضارة الإنسانية في القرآن، ولكن لضيق الوقت أقتصر بهذا وأذكر لكم الفارق بين الحضارة الأوروبية الغربية وبين الحضارة الإسلامية في هذه الأبيات التي قالها صديق له وأخ معه كان في الدراسة الشيخ محمد الحموي رحمه الله. قال قصيدة جاء في ضمن هذه الأبيات الروائع: طعنوا الدين في الصميم فقالوا دين شيء والحكم شيء ثاني، لو يكون التشريع حكم غوان
هتف الكل عاش حكم الغواني أو رأوا ديننا يلبي هواهم لمشوا نحوه على الأجفان من ترى حقق العدالة لما ساد حكم الغابات في الإنسان من ترى أخرج العوالم لما أوصلتها الفوضى لكل هوان إيه عصر العشرين إيه عصر العشرين ظنوك عصرا نير الوجه مسعد الإنسان لست نورا لست نورا بل أنت نار وظلم مذ جعلت الإنسان كالحيوان. هذا الفارق بين حضارة الإسلام التي ذكرها هنا وكأنه أديب من الطراز الأول وجزاه الله خيرا حقيقة في كتابته يبدع وفي حجته يقنع فجزاه الله كل خير وشكر مسعاه وجزاكم الله خيرا على تكريمه ونسأل الله أن يجعل في هذه الأمة من أمثال هذا العالم الفاضل من نرفع رؤوسنا بهم إنه سميع مجيب الدعاء والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأساتذة الكرام أرجو من المتحدثين التفضل باختصار كلماتهم لأن لدينا العديد من الراغبين في التحدث عن شيخنا ولنتيح الفرصة لأكبر عدد منهم أرجو أن يتقيد كل منهم بما لا يزيد عن 5 دقائق وأرجو أن نتكلم في جوهر الموضوع شاكرا ومقدرا لهم جميعا تفضلهم بالمشاركة وشكرا. فضيلة الشيخ عبد الله بن بية وزير العدل والتعليم السابق في موريتانيا وأستاذ الأدب العربي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة يشارك بهذه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الآن أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز. إخواني، في الحقيقة أردت أن أدلي بدلوي في هذه الليلة المضيئة من ليالي الشيخ عبد المقصود خوجة. كان آخر لقاء لي بسماحة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في بلاط الملك الحسن الثاني في رمضان الماضي، والليلة نلتقي في حدائق قصر أخينا الفاضل الشيخ عبد المقصود خوجة. فنشكر للشيخ عبد المقصود هذا العمل العظيم الفريد من نوعه، وحقا أنه يشبه هذا البلد، وقد قال المثل العربي ما أشبه حجل التلال بألوان صخرها، فهو يشبه حقا هذا البلد، البلد الأمين الذي هو بلد النسيج وحده بتراكماته التاريخية وإنسانه وجغرافيته وما فيه من الأماكن المقدسة. في هذه الليلة المباركة احتفى بعلم من أعلام العلم وبعالم من العلماء وفاضل من الفضلاء. إن سجله الحافل جعل ذكر فضائله من تحصيل محصول الحاصل، فهو قد ورث العلم عن والده والزهد والورع، وكما أخبرني بعض الإخوان فإن والده رحمه الله تعالى كان غزير الدمعات وقيد الجوانح شجي النشيج حسب عبارة من عائشة رضي الله عنها. فلا غرو إذن، فهل ينبت الخطية إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل؟ إذن هذا الفرع من ذلك الأصل الذي لفت انتباهنا وشد اهتمامنا هو أسلوب دعوتي
الذي انتهجه المحتفى به، فهو أسلوب يرمي إلى التبشير وإلى الدعوة بالحسنى، وهذا أسلوب لا شك أصيل. فديننا يدعو إلى الدعوة بالحسنى، ادعو إلى سبيل ربك ادعو إلى بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل إطالة الصلاة من التنفير، قال: إن منكم منفرين، كما في الحديث المتفق عليه. وقال لمعاذ: فتان أنت يا معاذ، لما أطال الصلاة بالقوم، فما ظنك بمن يرتكب أبشع الجرائم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقول، لا يجابه أحدا، بل يقول: ما بال أقوام، فلا يعين الناس. فهذا الأسلوب الوسطي أعتقد أنه أسلوب مهم وناجح، وعلينا أن نركز عليه في حياتنا. أعتقد أنه أن المنهج الوسطي هو وحده الذي سيبقى في بلاد العالم الإسلامي. إن التطرف والغلو في الدين والتطرف في الجانب الآخر الذي يريد أن يخلع ثياب التاريخ، ويريد أن يجعل التاريخ بين قوسين، ويريد الأمة أن تنسلخ من تاريخها ومن دينها ومن حضارتها، كل أولئك وكل ذلك النوع من التطرف ستتجاوزه الأمة. يجب أن نركز على هذه الدعوة، وأن نجعلها مجال هذه الليلة، وأن نتحدث حول هذه الدعوة. لا نغمط أحدا حقه، لا نتجنى على غير جناتي، بل نقول: ما بال أقوام، ونحاول أن نتحدث عن الأمة من منطلق المنهج الوسطي الذي هو المنهج الإيجابي والذي كان دعوة السلف. لولا إشكالية الدقائق الخمس لذكرت ما كان عمر رضي الله عنه يفعله لما أرسل إلى ذلك الشخص الذي كان مدمنا للخمر في بلادكم في الشام. أرسل إليه رسالة، هذه الرسالة هي عبارة عن أول سورة غافر. فتاب هذا الرجل، هذا أسلوب حكيم. أبو حنيفة رضي الله عنه، أنت تعلمون قصته مع ذلك المدمن أيضا الآخر الذي كان يغني: أضاعني وأجفتن، أضاعوا ليوم كريهة واستداد هغلي. حين ذهب إلى الشرطة وذهب إلى الأمير ليطلق سراحه ويقول: أترانا أضعناك يا بت. هذا الأسلوب المحبب إلى النفوس يجب أن نركز عليه، وأن نحاول أن نضم الجميع إلى ركبه وإلى هذه الرفقة المباركة التي تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لا نبرئ أحدا، لا نحاول أبدا أن نبغي العيب للبراء، ذلك لا يجوز. نرجو أن نكون مع هذا الأسلوب الحكيم في هذه الليلة، وأقتصر على هذا الكلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لشيخنا عبد الله بن بيا لتقيده بالوقت، وأرجو أن يتبع الأساتذة الآخرين ما اتبعوا شيخنا الفاضل. تفضل يا أستاذ. الكلمة الآن لسعادة الأستاذ أمين عبد الله القرقوري، مدير عام مؤسسة البلاد الصحفية والكاتب المعروف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن آمن برسالته واهتدى بهديه. أيها الإخوة في العقيدة، في الانتماء للماضي العريق الخالد، ماضي الإسلام وحضارته وتاريخه، في مواجهة التحديات الحاضرة التي تحاول التشكيك في الإسلام وعقيدته والفصل بين الدين والشريعة، بين الحياة والدين، والمتطلعين للمستقبل القادم لهذه العقيدة الصامدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دون شك فإننا نكرم اليوم
عالما جليلا خليقا بالتكريم جديرا بالإكبار خمينا بالثقة في علمه وفي خلقه. وحين نتحدث عن العلماء إنما نتحدث عن الإسلام كله، حين نتحدث عن أي عالم من علماء الإسلام العاملين فنحن نتحدث عن الإسلام، عن عقيدته وشريعته وأحكامه، عن حضارته وتاريخه، عن جهاده وعن قدرته على مواجهة التحديات. ذلك لأن العالم المسلم العامل هو الذي يصنع الحضارة، وهو الذي يصنع ثبات الأمة، وهو الذي يجند قدراتها وطاقاتها لمواجهة العدوان. وقد تجلى هذا في بعض المواقف الحاسمة في تاريخنا الإسلامي. لن ينسى أحد مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية، ولن ينسى أحد مواقف العز بن عبد السلام، ولن ينسى أحد أيضا مواقف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولن ينسى أحد مواقف العلماء في كل بلد من بلدان الإسلام. إنهم هم الذين حموا هذه الأمة، وهم الذين حفظوا لها تراثها وشخصيتها ومعنويتها، وهم الذين قاوموا غزوات الفكر التي شنها الغرب والتي شنها أعداء الإسلام في كل مكان، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن الذي صنع هذا المجد وأذكى روح المقاومة والثبات في نفوس الأمة إنما هم العلماء، إنما هم الذين اقتدوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذوه قدوة ومثلا أعلى. ولذلك كان العالم في كل عصر وفي كل مكان هو الملجأ الذي يلجأ إليه الباحث عن الحقيقة، ويجلو إليه الحائر، بل ويلجأ إليه المظلوم. إن الحديث عن العلم والعلماء وأثرهم في تاريخ الإسلام وحضارته حديث طويل، والحديث عن هذا العالم الجليل أيضا حديث طويل وجميل. ونحن جميعا نعرف جوانب مضيئة من تاريخه الحافل والجميل. وهذه الليلة أريد أن أرصد ظاهرة تجلت في هذه الاثنينية، وتجلت في كل مكان أتيح فيه للمسلم أن يعبر عن رأيه وأن يظهر مشاعره. إنني أحضر هذه الاثنينية وأشهد ويشهد معي الآخرون أننا ما شهدنا قط احتفاء واحتفالا بأحد من المكرمين كما شهدناه ونشهده في تكريم العلماء. وما زلت أذكر الأمسية التي كرم فيها فضيلة الشيخ مصطفى الزرقة والشيخ ملا خاطر والشيخ عبد الفتاح أبو غدة، فقد كان الجمع كثيفا ورائعا يؤكد أن المسلم لا يزال وفيا لعقيدته حين يبحث عن العلم وحين يبحث عن العلماء. وهذه الظاهرة أثبتت أن المسلم وفي لعقيدته وشريعته. وحتى في الدول التي أمضت أكثر من عقد أو مجموعة عقود وهي تنشر الأفكار الهدامة كالاشتراكية وغيرها، حينما أتيحت الفرصة للمسلم أن يعبر عن رأيه في مجال الانتخابات في هذه النقابات أو في غيرها، اكتسح الإسلاميون في عمق الدول الاشتراكية الانتخابات وفازوا بالأغلبية في كل مكان. هذا الوفاء هو الذي يجعلنا نثق فإن مستقبل الإسلام سيكون في عون الله تعالى مشرقا. أسأل الله تعالى أن يحقق آمالنا جميعا، وأن يبقي لنا العلماء دائما قادة وموجهين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختام هذه الكلمات الطيبة
للأستاذ الدكتور عبد اللطيف توفيق الصباغ أستاذ الدراسات الإسلامية في كلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وله الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الحفل الكريم، إن هذه الأمسية السعيدية السعيدة أمسية طيبة مباركة إن شاء الله، لأنها أمسية تكريم للعلم وأهله، وأمسية تقدير وعرفان لمن يستحق التقدير والتكريم والعرفان. فأكرم بالمكرم والمكرم، وأكرم بالمحتفي والمحتفى به، فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. وأي تكريم أولى وأجدر من تكريم علماء الأمة ورواد فكرها ودعاة نهضتها وصحوتها وحداة ركبها وقافلتها السائرة نحو معارج التقدم والفضيلة والخير والفلاح في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، لقد عز علي أن تكون هذه الأمسية احتفالا بتكريم أخينا الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، ثم لا أشارك في تكريمه والاحتفاء به وبيان فضله وأثره الحميد في هذه الأمة. فلقد عرفته منذ 35 عاما أخا كريما وزميلا صادقا مستقيما وكاتبا بارعا وأديبا محلقا وداعية موفقا ومعلما ناجحا مخلصا وصديقا وفيا وخليلا طيب العشرة، خفيف الظل، مهذب الكلام، شفاف النفس، رقيق الحاشية، مزدحم الأفكار والمعلومات، فياض المشاعر والروح. أفلا تكون المشاركة في تكريم هذا الأستاذ الجليل واجبا من واجبات الوفاء، بل تكريما لنفسي عندما أحشرها وأنسبها إلى زمرة العلماء والأدباء؟ وأنى لي ذلك. حقا إن تكريم أخينا العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد هو تكريم للعلم والعلماء كلهم، وتكريم للدعوة والدعاة إلى الله على بصيرة وحكمة واستنارة، وتكريم للأدب والأدباء، وتكريم للالتزام بقضايا الأمة ومشكلاتها الفكرية والاجتماعية والحضارية، وتكريم للعقل والحكمة والاتزان والاعتدال، وتكريم للجهد والإنتاج في مجال الفكر والدين والتربية والاجتماع والحضارة. فهل نذكر أخانا المكرم بالعلم والفقه والأصول ونصفه بأنه العالم الفقيه الأصولي باعتبار تخصصه العلمي والأكاديمي، وهو صاحب الكتاب المرجع عن المصلحة و أريد أن أستميحكم عذرا، فإني قد طلب مني أن أعد هذه الكلمة منذ يومين، وقد أعددتها بروية واحتفاء، فأرجو أن يسمح لي الأستاذ عبد المجيد الأستاذ خوجة بأن أخذ حقي أكثر من 5 دقائق، وبخاصة وأنا أمثل في كلمتي إخواني وزملائي وتلاميذ الأستاذ الدكتور سعيد رمضان البوطي، فأرجو وأعود لأستميحه العذر في ذلك، ولن أزيد على 10 دقائق إن شاء الله. وإذا أقول، فهل نذكر، وأنا أتكلم في صلب الموضوع وليس حواليه، فهل نذكر أخانا المكرم بالعلم والفقه والأصول ونصفه بأنه العالم الفقيه الأصولي باعتبار تخصصه العلمي والأكاديمي، وهو صاحب الكتاب المرجع عن المصلحة وضوابطها في الشريعة الإسلامية،
وهو صاحب الكتاب المعروف عن مباحث الكتاب والسنة في أصول الفقه، وصاحب كتاب مسألة تحديد النسل في الفقه الإسلامي، وهو كتاب رائد في موضوعه، وهو الذي خاض في كثير من مسائل الفقه والأصول وكثير من مشكلات الحياة الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة بعقلية فقهية مرنة ومتبصرة بعيدة عن لا مذهبية سطحية مغرورة منحلة أو متحللة، ولكنها في الوقت نفسه بعيدة عن العصبية المذهبية والجمود الفقهي وتعطيل طاقة التجديد والاجتهاد، مع تمكن تام ومعرفة عميقة ودقيقة بأدلة الأحكام ونصوص الشريعة ومقاصدها، الأمر الذي جعل منه مرجعا موثوقا في كثير من مسائل الفقه المعاصر، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى المؤسساتي في المؤتمرات والمجامع والندوات الفقهية العلمية. أم أننا نصفه بالكاتب الأديب الذي تميز بأسلوبه الرائق وعبارته الجميلة ومفرداته المتناغمة وصوره الحية وبراعته في الاستهلال، سواء في إنتاجه العلمي والفقهي والأصولي، أو في إنتاجه التربوي والحضاري، أو في إنتاجه الأدبي الخالص؟ لعل كثيرا منا لا يعرفون أن الأستاذ الدكتور سعيد صاحب ذائقة شعرية ونثرية أدبية رائعة، وأنه منغمس في فنون الأدب ومظاهره إلى درجة كبيرة، وهذا سر جمال الكتابة عنده وسهولتها، وحديثه له من ذلك نصيب كبير. ألم نقرأ منذ أكثر من 30 سنة كتابه الأدبي الفذ مم وزين، وهي صياغة عربية أدبية راقية ورائعة لقصة الحب العذري الفريد الذي كان بين عاشقين كرديين رقيقين، أين منهما روميو وجولييت، فسالت منا الدموع على الوجنات وغلبتنا شهقة اللوعة، ونحن نقرأ عبارات وكلمات كتبت بماء العين ودم القلب وذوب العاطفة والشعور. أخي الكريم، لن أبالغ في المدح والثناء، ولن أمدحك بما ليس فيك، فقد يخشى عند ذلك أن يكون كلامي نوعا من المجاملة أو الاستهواء والانفعال، وقد يخشى كذلك أن أذمك بما ليس فيك إذا مدحتك بما ليس فيك، وأعيذ نفسي أن أكون من هؤلاء أو أولئك، بل أنت يا أخي غني عن المبالغة والإطراء الكاذب، وإنني متيقن لمعرفتي بك وبتواضعك وتذللك لله عز وجل أنني لا أقسم بذلك ظهرك، وأن فيك بحمد الله مما وهبك الله تعالى من المحامد والمناقب ما يغني عن اصطناع المديح وتكلفه أو التهويل فيه، رغم أن المقام مقام إعزاز وعرفان وتكريم، وكم يكثر الإطناب في مثل هذه المناسبات في ذكر المحاسن والمحامد حتى يبلغ درجة الإملال والابتذال. ولن يفوتني أن أذكرك أيضا بصفة المفسر المتبحر في علوم التفسير والقرآن، ولا أزال أذكر طريقتك البارعة في بيان إعجاز القرآن وبيان مصدره الإلهي من الناحيتين البيانية والنفسية، وقدرتك الفائقة على تصوير ذلك والإقناع به. وأما التربية الإسلامية فأنت من رجالها وروادها الأوائل في بلاد الشام على الصعيد النظري التأصيلي وعلى الصعيد العملي التطبيقي، وكم كان كتابك المبكر عن تجربتك الخاصة في التربية الإسلامية منارا ومنهجا للكثيرين ممن جاءوا بعدك، ولا تزال دروسك وكتبك في فقه السيرة النبوية وفي علم العقيدة وتأسيسها مراجع مهمة لمن أراد أن ينهل من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يعمق محبته له واقتداءه به، ولمن أراد أن يصل إلى الحقيقة اليقينية الكبرى أو إلى كبرى اليقينيات الكونية في هذا الوجود، وهي وجود الخالق ووظيفة المخلوق. وإن أنسى فلن أنسى اطلاعك على الفلسفة الحديثة وتياراتها المختلفة والرد عليها بمنطق وهدوء عظيمين يدلان على عمق الفهم والثقة بالنفس وبالحق الذي أنت عليه. لقد كان كتابك في نقد أوهام
المادية الجدلية الديالكتيكية فتحا في مجال الدراسات الإسلامية الفلسفية الحديثة، وكذلك كتبك الأخرى عن مشكلاتهم وعن مشكلاتنا وعن محاورة الخصوم الفكريين والمتغربين حول مذاهب التطور والحرية والمادية والعلمانية والتحرر النسوي لإثبات أن الإسلام هو ملاذ كل المجتمعات الإنسانية، وأن فيه الحلول الناجعة لكثير من مشكلات الحضارة المعاصرة، وأن سعادة المرأة وكرامتها تكمنان في لطائف التشريع الرباني بعيدا عن طغيان النظام الغربي. أما والدك الجليل يرحمه الله فقد كان والدنا جميعا نأوي إليه ونتفيأ ظلاله، وكان رحمه الله وأكرم مثواه مدرستك الأولى ومدرستك الثانية والمستمرة حتى وفاته يرحمه الله. ألم تجد في تربيته وعلمه وحاله وقاله وتوجيهاته الصائبة خير تربة تنشأ فيها وتترعرع ويقوى عودك فيها ويسمق؟ وكأني بمدرسة الشيخ سعيد النورسي رحمه الله، تلك المدرسة الفكرية والتربوية الفذة، كأني بهذه المدرسة تخصب هذه التربة وتردفها بالصقل والرعاية، كما أصلتها وعمقتها مدرسة الشيخ حسن حبنك الميداني رحمه الله تعالى إلى جانب مدارس فكرية ودعوية وإصلاحية التقت كلها على تكوين شخصيتك وصقلها، معتمدة على ذكاء فطري وموهبة فذة وهمة لا تعرف الضعف والكلل، على حد قول الإمام الشافعي رحمه الله، ذلك الإمام الذي تنتسب إليه همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. وليس معنى كلامنا السابق أننا نوافقك ولا نخالفك في كل كبيرة وصغيرة وفي كل نقطة وجزئية في منهجك وطريقتك وأسلوبك وآرائك العلمية والنتائج التي تتوصل إليها بعد طول بحث وعناء اجتهاد، فليس منا إلا من رد ورد عليه إلا صاحب الروضة السعيدة صلى الله عليه وسلم. وإني لأقدر فيك استقلالية الفكر والتحليل، وأعتقد أنك تقدر وتحترم استقلالية الآخرين ومنهجيتهم وآراءهم، وليس يضيرك أن يختلف الناس معك، ولكن الذي يضيرك ويضيرنا معك أن يتخذ بعض الناس من الاختلاف في الرأي ذريعة للتجريح أو التشهير أو الاتهام بالباطل. لقد كان لك محبون كثيرون في الجزائر عندما كانت أحاديثك ودروسك توافق هواهم وما يرغبون، أما عندما أصبحت أهواؤهم وشهواتهم بعيدة عن منهج الحق والاستقامة، وهو المنهج الذي تتبناه وتدعو إليه، انفضوا عنك ومن حولك وانصرفوا، فما زادك ذلك إلا يقينا باستقامة منهجك ودعوتك، وما زادك ذلك عند العلماء والحكماء إلا تقديرا وإجلالا، فالعالم الحق يجري في طريق الحق ثابتا راسخا ولا يجاري أهواء الذين لا يعلمون. إن للعلم سلطة، وهي سلطة تفرض نفسها بقوة العلم وعمقه وبإخلاص العمل وصدق اللهجة وبالحكمة والاتزان والاعتدال. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولقد أحسنت تمثيل هذه السلطة عندما عرفت حقيقتها ومعناها ومسؤوليتها وحدودها. علم بدون غرور أو تعال، ودعوة بدون فظاظة أو غلظة، وتعليم بدون تقعر أو تعقيد، وأدب بدون فحش أو إسفاف، ونصيحة بدون خداع ولا تشهير. أفلا يستحق كل ذلك أن يكرم؟ بلى، بل إن حضورك حفل تكريمك هنا أيها الأخ العزيز في هذا البلد الطيب الكريم هو بحد ذاته كرامة لك وتكريم لهذا الجمع الكريم ولهذه الإثنينية وللقائمين عليها، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. صاحب الفضيلة شيخنا العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، كل هذه الوجوه الطيبة أتت من أماكن بعيدة لتصافحك بعيونها في يوم تكريمك، فماذا تقول؟ والكلمة لفضيلتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، على جميع نعمه وآلائه كلها، ما علمت منها وما لم أعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل فيما قد أصغيت إليه من مدح وثناء فتنة لي في ديني. وأسأله سبحانه وتعالى ألا يجعل من هذا الذي سمعته سكرا أو سببا لنسيان ذل عبوديتي لله سبحانه وتعالى ومنتهى ضعفي وعجزي وأنا أدرى الناس بهما. وسبحان من يستر عن عباده جميعا قبائح عبد أحبه وينثر وينشر كالعبق صغرياء دقائق وجزئيات ما قد يوفقه الله سبحانه وتعالى إليه من خير. وعندما أقول سبحان من يكرم بهذا من أحبه أذكر نفسي وأذكركم بأن محبة الله عز وجل للعبد أسبق من محبة العبد لله. ألم نقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالفضل في محبة الله عز وجل للعبد لله سبحانه وتعالى، وليس الفضل في ذلك لعمل جناه العبد أو لتوفيق ابتدعه العبد. وبعد، فأنا أغبط وأهنئ أخي سماحة العالم الأديب الشيخ عبد المقصود خوجة على حبه وعشقه للعلم المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الحب الذي تجسد في هذا السعي الطويل الذي لم يكل ولم يمل من التسيار في سبيله، وأنا على يقين أن إنسانا يبذل وقته وإمكاناته وداره في سبيل العلم، وقد يتجسد العلم في علماء، ولا شك أن عملا من هذا لا يستمر بل لا ينبع إلا من حب لله سبحانه وتعالى. وهل العلم أيها الإخوة إلا السلم الذي يرقى به العبد إلى معرفة الرب؟ أنا أهنئه وأغبطه على هذا النهج الذي ينتهجه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذه السقيا التي يكرم بها العلم ينبوعا لا ينقطع وساقية تستمر وتستمر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوج عمله هذا وعمل الإخوة المجندين معه في هذا النهج أن يتوج ذلك بالقبول. أما أنا فأصدقكم إذ أقول إنني أعود إلى نفسي وقد حشرت بين قائمة المكرمين منذ سنوات إلى هذا اليوم، أجدني خجلا من الله سبحانه وتعالى. فأنا أدرى الناس أيها الإخوة بضعفي وتقصيري في جنب الله سبحانه وتعالى، ولكن الله ستير
ولكن الله سبحانه وتعالى ينثر وينشر من الخير عبقا وإن كان صغيرا وضئيلا. وأسأل الله عز وجل أن يبقي علي كنف ستره في هذه الدنيا وأن يجعل منه رواقا لا يبتعد عني إذا قام الناس غدا لرب العالمين. أيها الإخوة، محرج جدا بالنسبة إلي أن أتكلم عن نفسي، وما أظن أنني وقفت مثل هذا الموقف لأتحدث لإخوة فضلاء أمثالكم عن نفسي، بل أظن أن في هذا مضيعة لوقتكم ربما، ولكن قد يأخذ الإنسان العبرة من كل شيء. فلأتجه بحديثي وأرجو أن يكون مقتضبا وجهة تجعلنا نقطف من هذا الحديث ثمار العبرة جميعا. أيها الإخوة، ربيت كما قد سمعتم على يد والدي أولا، ثم شيخي الشيخ حسن حبنكة ثانيا، ولكني أحب أن أقف بكم على عقدة العلاقة التي سرت بين والدي وبين الشيخ حسن، بل على مفصل الصلة التي جعلتني أنتقل من ظل تربية والدي إلى ظل الشيخ حسن حبنك الميداني. في يوم من الأيام، لم أكن قد تجاوزت 16 من عمري، أمسك بيدي ومضى بي إلى حيث لا أعلم، وقال لي في الطريق: يا بني، لو علمت أن الطريق إلى الله عز وجل يكمن في كسح القمامة من الطريق لجعلت منك زبالا، ولكني نظرت فوجدت أن السبيل الوحيدة الموصلة إلى الله عز وجل هو العلم، وها أنا ذا أتجه بك إلى هذا النهج، فهل تعدني أن تتعلم ما يقربك إلى الله ويعرفك عليه دون أن تجعل من هذا العلم مطية لدنيا عاجلة أو لعرض من الدنيا قليل؟ قلت له: أعدك. ولم أكن قد ذقت بعد طعم الدنيا ولا طعم المال ولا الوظائف، قلت: أنا أعدك. وسرت على هذا النهج أيها الإخوة، ولا والله لم يكن الفضل في الاستقامة التي أكرمني الله بها على هذا النهج عائدا إلى مزية ميزت بها أو إلى قوة إرادة أكرمت بها، ولكنه التوفيق الهابط من عند الله سبحانه وتعالى. كان توجهي بادئ في بدء نحو الأدب، ولعلكم سمعتم ما يدل على هذا. تعشقت الأدب أيها الإخوة، ولكن الأدب لم يجنح بي عن نهج الاستقامة قط، لا في فكر غرسته في ذهني ولا في سلوك بشكل من الأشكال، ولكني فيما بعد عرفت الحكمة الربانية من هذا الشيء الذي وجه الله سبحانه وتعالى فؤادي إليه. ما هي إلا فترة حتى تحولت من الأدب إلى دين الله عز وجل، واتجهت هذه الوجهة بحماسة منقطعة النظير فعلا، والتفت إلى الوراء فيما كان حبي للأدب، وعرفت أن الله عز وجل شاء لي أن أسخر الأدب مطية لدين الله عز وجل. عرفت أن الله عز وجل شاء أن أجعل من اللغة جسرا أخاطب به الناس وأحاور به العقول،
وقد عرفت أن بضاعة الأدب إن استخدمت لدين الله عز وجل أثمرت ثمرات عظيمة ورائعة، وأحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. كان اختصاصي كما قد عرفتم اختصاص دقيق كما يقولون في أصول الشريعة الإسلامية وفي فقهها أيضا، وسرت أشواطا في هذا الطريق من حيث الكتابة والتأليف وما إلى ذلك، ولكني رأيت أيها الإخوة أن دين الله سبحانه وتعالى يحارب بسلاح مما يسمى العلم الحديث، الفلسفة المادية، المذاهب والأفكار الوافدة متمثلة في الفلسفات المادية المتنوعة، متمثلة في الفلسفة الوجودية، متمثلة في العلمانية وبريقها الكاذب، متمثلة في المذاهب العلمية والفكرية كنظريات التطور ونحو ذلك. فاتجهت إلى خدمة دين الله عز وجل من هذا الجانب. وإذا جاز لي أن أشكر إنسانا ما أظن أن له صلة بالدين، لا وثيقة ولا غير وثيقة، كان أستاذا للتاريخ، لو جاز لي أن أشكره لشكرته والله أعلم، وأسأل الله أن يكون قد هداه. أشكره لأنه دفعني إلى هذا الذي سأقوله لكم. كنت قد التقيت معه في مجلس خاص، وسمعته يتحدث عن الوجودية ويصف مدى إعجابه بها، فقلت له إن الوجودية كلام باطل، وإنها فلسفة شائنة تخالف دين الله سبحانه وتعالى. فنظر إلي من علو وقال لي: ماذا تعرف من الوجودية؟ كأن هذه الكلمة أيقظتني من سبات. قلت له: لا أعلم شيئا، كل ما أعلمه أنها باطل من القول، وأنا أعترف بأن يقيني هذا لا يصلح أداة نقاش بيني وبينك. وصمت وقطعت حبل الحديث. دفعتني هذه المحاورة إلى أن أشمر عن ساعد الجد. عكفت على دراسة الوجودية، المذهب الوجودي، كما لو كنت والعياذ بالله وجوديا، ثم عكفت على دراسة الفلسفة المادية الماركسية وبعمق كما لو كنت أريد أن أتبنى هذه الفلسفة، وغصت في أعماق نظريات التطور بدءا من اللاماركية إلى الداروينية إلى الداروينية الحديثة، ودرست العلمانية وتاريخها وما إلى ذلك. ذلك لأنني رأيت أيها الإخوة أن دين الله عز وجل يحارب بسهام من هذه الأباطيل، وأنا إن لم أكن بصيرا بهذه الأباطيل لا أستطيع أن أحطم هذه السهام قبل أن تصل إلى كبد الإسلام. وأنا في هذا مع شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن في تطبيقه الفعلي لا في كلامه النظري. لقد أثبت أن الفلسفة هراء ما ينبغي أن تتصيد يقين الإنسان المسلم وعقائده، لكنه متى وصل إلى هذه الحقيقة؟ عندما أدرك سرابها من شرابها، وعندما درس هذه الفلسفة وتبين فعلا باطلها. ونحن نعلم في هذا
قول الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، فمن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وأحمد الله عز وجل أن وفقني، وأنا الإنسان الضئيل الضعيف، ولكنه توفيق من الله عز وجل، وفقني لأقف على ثغرات شتى أحرس من خلالها دين الله سبحانه وتعالى. إنني أحب أن أقول هنا بين قوسين أيها الإخوة كلمة. الإسلام الآن يحارب، ولا تعني هذه الكلمة أن الإسلام مغلوب. أما أنه يحارب فنعم، وأما أنه مغلوب فلا. ولكن عندما نقول إنه يحارب ينبغي أن نهيئ جندا من المجاهدين، من الواقفين في خندق الدفاع عن دين الله عز وجل. الفقه هو الميزان الذي ينبغي أن نهيئه جميعا للمجتمع الإسلامي المنشود، لا شك في هذا. ولكن قبل أن يتحقق المجتمع الإنساني المنشود ينبغي أن نعبد الطريق، ينبغي أن نهيئ الساحة والواحة. ولن تتهيئ الساحة مطهرة إلا إذا عرفنا رجس هذه الأفكار الباطلة وصبرنا على دراستها ومعرفة أنها باطلة فعلا. أيها السادة، قدر شاءه الله للدعاة إلى دين الله وشرفهم به، ينبغي أن نرفع الرأس به عاليا. عندما يكون الرجل طبيبا فيسأل عن التاريخ، بوسعه أن يرفع الرأس عاليا وهو يعتذر قائلا إنني لا أتخصص في التاريخ. وإذا سئل عن الفلسفة بوسعه أن يعتذر ويقول إنني لست متخصصا في الفلسفة، ولن يضيمه هذا أبدا. كذلكم المهندس، كذلكم السياسي، كذلكم المختص بعلم النفس أو الاجتماع. فإذا جاء دور الداعي إلى الله عز وجل الذي حمل نفسه مهمة الدفاع عن دين الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل، إذا جاء من يسأله عن مسألة تاريخية لا يعذر أبدا إن قيل إنني رجل دين ولست متخصصا بالتاريخ. إن سئل عن مسألة فلسفية لا يعذر أبدا إن قال أنا لست متخصصا في الفلسفة. إن جاء من يسأله عن شيء من التاريخ الطبيعي وقال يا أخي أنا لست متخصصا في التاريخ الطبيعي، لا يكون معذورا. إن جاء من يسأله عن مسألة في علم الاجتماع أو علم الحياة أو أي علم من هذه العلوم الجديدة، نعم لا يعذر إطلاقا إن قال إنني متخصص بالفقه والدعوة إلى الله ولست متخصصا بشيء من هذا. ما السبب؟ السبب أن دين الله عز وجل يتصل بكل هذه المعارف. فالإسلام هو دين الحياة، الإسلام يحكم على الفلسفة ويحكم على علم النفس، والإسلام يحكم على علم الاجتماع، الإسلام هو علم الحياة. وربما قال قائل وفيما أحمل كل هذا، والناس لا يحملون إلا اختصاصا دقيقا واحدا إلى جانب ثقافة عامة. أقول هذا قدر الإنسان المسلم الذي سار في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. وأخيرا، فلعلكم تتساءلون عن منهجي في خدمة دين الله إن وفقت لهذا. منهجي أيها الإخوة هو أولا التركيز على قاعدة تسمى قاعدة سلم الأولويات في دين الله عز وجل. وأتصور أن الإنسان إذا لم يجعل من هذا السلم مقياسا له في طريق سيره إلى الله
ربما تعرض لأنواع كثيرة من التيه. سلم الأولويات يضعني أمام العقيدة أولا، ثم أمام الضروريات من شريعة الله وأحكامه السلوكية ثانيا، ثم أمام الحاجيات ثالثا، ثم أمام التحسينيات رابعا. لا أخاصم في سبيل أمور تحسينية قبل أن أرسخ جزع الأمور الحاجية، ولا أخاصم في أمر حاجي قبل أن أضمن أن دعائم الأمور الضرورية قد ترسخت، وهكذا. النقطة الثانية التي أسلكها أيها الإخوة في هذا المنهج هي الدعوة إلى الله عز وجل بسائق من الشفقة والحب، بسائق من الغيرة على عباد الله جميعا. وهذا يكلف الداعي إلى الله أن يطهر قلبه من الشحناء والبغضاء والحقد لعباد الله جميعا. الداعي إلى الله طبيب أيها الإخوة، طبيب. أرأيتم إلى طبيب يعالج مريضا، لا سيما الطبيب المختص بالأمور العصبية، يعالج إنسانا مريضا، هذا الإنسان المريض أخذ يلكم وأخذ يتحرك وأخذ يؤذي بحركاته أو بلسانه، لو أن هذا الطبيب تحول فانتصر لنفسه وأخذ يسدد بدلا من اللكمة الواحدة لكمات، وبدلا من الكلمة النابية كلمات، إذن لتحول هذا الإنسان عن وظيفته طبيبا إلى وظيفة أخرى هي الأنانية التي ينتصر هذا الإنسان من خلالها لنفسه. أنا إن كنت أدعي أنني طبيب وأعاهد الله أن أظل طبيبا، ينبغي أن أضحي بكرامتي وبذاتيتي وبكل ما يعود إلى شخصي أنا في سبيل الانتصار لدين الله عز وجل. ورأس مال الداعي إلى الله أو العالم بدين الله عز وجل قلب لا يعرف حقدا، قلب فاض حبا لله وإخلاصا لدين الله، ومن ثم لا بد أن يفيض عطفا وشفقة على عباد الله سبحانه وتعالى. هذا هو النهج الذي أرجو أن يجمع الله سبحانه وتعالى الدعاة في هذا العصر عليه. أنا ممن يؤمن أن العمل الإسلامي ينبغي أن يتلاقى على طريق واحد، وما ينبغي أن تتفرق بهم الطرق أبدا، ذلك لأن النهج واحد والغاية واحدة، فالمبتدأ واحد والمنتهى واحد، ففيما تتعدد الطرق لا سيما في هذا العصر. لا أريد أن أطيل، ولعلي قد أطلت مرة أخرى. أحمد الله سبحانه وتعالى أن كرمني بهذا المجلس الذي دعاني إليه فضيلة الشيخ العالم الأديب عبد المقصود خوجة، وأسعدني برؤية هؤلاء الإخوة وبالإصغاء إلى هذه الكلمات التي أعلم يقينا أنني لست أهلا لها، لكنني أسأل الله أن يجعلني يوما ما أهلا لها، والحمد لله رب العالمين. الأسئلة الواردة من الإخوة الحضور لفضيلتكم. سؤال من الأخ أيمن السيد سالم يقول: ما هو تصور فضيلتكم حول المستقبل الإسلامي لتركيا في ضوء ما نشهده الآن؟ أنا أستطيع أن أقول جوابا عاما، لا عن واقع تركيا وحدها، بل عن العالم كله. لو سئلت ما هو تصورك عن مستقبل الإسلام بالنسبة للعالم، لقلت أنا لا أملك أن أضع تصورا يجيب عن هذا السؤال بعد بشارة سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذ قال في الحديث الصحيح: سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. وعندما قال في الحديث الآخر الذي رواه مسلم في صحيحه: إن الله زوى لي الأرض فأراني مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، ونحن نعلم أن ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس درهما ولا دينارا، ولكن ملكه الذي ابتعث به إنما هو هذا الدين الذي توجنا الله سبحانه وتعالى به. وإذا كان هذا هو الجواب العام، فمسألة تركيا جزئية من جزئيات هذا الأمر الكلي. انظر يا سيدي إلى ماضي تركيا منذ أن غرست فيها العلمانية بإشراف بريطانيا، انظر إلى الخط البياني منذ ذلك اليوم، تجد الجواب بالنسبة للمستقبل الذي ننتظره. على الرغم من كل الوسائل التي حشدت من أجل خنق الإسلام، ومن قرأ بنود اتفاقية لوزان أو معاهدة لوزان عرف هذا الشيء الذي أقول، على الرغم من ذلك كله فإن الخط البياني اتجه إلى هذا اليوم اتجاها صاعدا لمصلحة دين الله عز وجل. ألا تلاحظون هذه الظاهرة؟ كما أن الخط البياني منذ ذلك اليوم تحرر من أسباب الاختناق وعوامله واتجه صاعدا، فلسوف يبقى بإذن الله صاعدا. السؤال الآخر من الأخ أشرف السيد سالم يقول: كنت من رواد الصحوة الإسلامية التي عمت العالم منذ ربع قرن من الزمان، فهل ترون أن هذه الصحوة قد تلاشت وأن المادة الإسلامية يشهد انحسارة؟ الصحوة الإسلامية لم تتلاشى، لكن ينبغي أن نعلم أن هذه الصحوة الإسلامية لم ولن تسير في طريق معبدة دون من يحاول أن يقضي عليها. الصورة الدقيقة التي ينبغي أن نعرف أن نتبينها هي أن هنالك صراعا بين هذه الصحوة الحقيقية وبين من يسعى جاهدا إلى خنقها. هنالك عوامل كثيرة لسحق هذه الصحوة، ومظاهر هذه الخطط كثيرة جدا يضيق هذا الوقت عن الإشارة إليها، فضلا عن تفصيل القول فيها. إن رأينا أن هنالك ما يدل على أن هذه الصحوة لم تبلغ مداها المنشود والذي كنا نحلم به، فليس ذلك لأن الصحوة قد اختنقت أو ماتت أو تلاشت، ولكن لأن هنالك خططا تتربص بها. والسؤال: ما مدى التفاعل القائم بين هذه الخطط وبين الصحوة؟ أعتقد أن الصحوة في خطر، والذي ينجي هذه الصحوة من الخطر وجود مرشدين مخلصين لدين الله عز وجل، يصفون السبيل الذي يسلكه الإسلاميون اليوم من الشوائب. إذا وجدت هذه الظاهرة فإن الصحوة تتغلب، وإن الخطط التي ترمي إلى إفساد هذه الصحوة هي التي تتلاشى. وأحب أن ألفت نظر الأخ السائل إلى أن الغرب فيه من الصحوة ما نراه في العالم الإسلامي أيضا، ولكننا قد نذهل عن الصحوة الإسلامية في الغرب بالخطط الماكرة التي ينسجها ساسة الغرب. الإسلام يحارب من قبل قادة الغرب وساسته، لكن دعك من القادة وانظر إلى الشارع الأوروبي أو إلى الشارع الغربي، تجد أن الرجل الغربي يلتفت إلى الإسلام ويهوى دراسته كما لم يلتفت إليه قبل هذا العصر أبدا.
وإن هنالك جدلية قائمة بين عداوة القمة الغربية للإسلام وبين إقبال الشارع الغربي إلى دين الله. كلما ازداد الساسة الغربيون عنفا في كيدهم للإسلام، كلما ازداد رجل الشارع في الغرب إقبالا على الإسلام ورغبة في دراسته. نعم، والله غالب على أمره. فضيلة الشيخ، هذه سؤالان متشابهان تقريبا من الأخ بن محمد منير والأستاذ عدنان محمد حسن فقي. الحقيقة السؤال: لقد أصبحت كلمة الإرهاب موصومة بالإسلام وفي مفهومكم من خلال كتابكم الجهاد، كيف يمكن لنا أن نوفق بين ذلك وبينوا لنا ذلك؟ مشكورين. حقيقة الإسلام ينعت بالإرهاب، ونحن اليوم ينبغي أن نتبين الأمور بدقة، وينبغي أن نستعين على ذلك بعقلانية دقيقة، وأن نبعد العواطف قليلا عن طريق الفكر والعقل. الإرهاب في العالم منبعه ليس الإسلام، الإرهاب في العالم منبعه أولئك الذين يكيدون للإسلام. وأكبر شاهد على هذا أننا إذا دققنا فلسوف نجد أن الذين يصنعون الإرهاب، حتى الإسلامية فيما إنجاز هذا التعبير، الذين يصنعون هذا الإرهاب إنما هم الغربيون. وأنا على بينة من هذا، ولدي وثائق تثبت هذا. أولئك الذين يصبغون دين الله ظلما أو المسلمين ظلما بالإرهاب هم الذين يصنعون هذا الإرهاب ويبعثونه إلى هنا وهناك من أجل أن يلبسوا العمل الإسلامي ثوب الإرهاب. قرأت فيما قرأت وثيقة صدرت من مجلس الأمن القومي الأمريكي، نشر عام 92، جاء في هذه الوثيقة كلام طويل عن خطورة الإسلام على الغرب، ثم تتحدث الوثيقة عن الوسائل التي ينبغي أن تتخذ لصد خطر هذا الإسلام. كان من بين الوسائل كما تقول الوثيقة ضرورة تأليب المسلمين بعضهم على بعض، ضرورة إثارة التناقضات بين المسلمين. هذا الذي تقوله الوثيقة ما هي ترجمته؟ ترجمة إثارة التناقض بين المسلمين، تأليب المسلمين بعضهم إلى بعض، أي تفجير الإرهاب في المجتمعات الإسلامية، فهم الذين يفعلون هذا. وإذا عرفنا ذلك فإننا نعلم أن دين الله سبحانه وتعالى سيتغلب على الإرهاب الذي نتهم به. ودين الله عز وجل دين رحمة ودين مرحمة وسلم، ولكنه دين عدالة أيضا ودين تفوق. المسلم لا يهون ولا يذل ولا يمكن أن يطاطئ الرأس لأي خدعة. الأخ علي محمد الشيري يقول: فضيلة الشيخ، ألا تعتقد ونحن باتجاه العولمة سيصاحب ذلك الزهار لفكرنا وحضارتنا المعنوية لنسهم في إسعاد العالم، خاصة وأنهم قطعوا شوطا كبيرا في الاهتمام بالإنسان ورقيه وحقوقه، وهذا في حد ذاته من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية؟ كلمة العولمة ينبغي أن نلاحظ شرطا أساسيا لمصداقيتها الواقعية. العولمة عبارة عن مصدر مأخوذ من العالم، أي تفاعل الذي ينبغي أن يتم لمصلحة الإنسانية بين العالم كله. أليست هذه هي ترجمة العولمة؟ إذا كان الأمر كذلك ينبغي أن تكون قيادة العولمة بيد العالم أجمع،
ما ينبغي أن ينقسم العالم إلى قائد يحكم وإلى محكومين يقادون؟ أي عولمة هذه؟ هذه الظاهرة أبعد ما تكون عن العولمة. هذا الشرط الذي أتحدث عنه غير موجود الآن. العولمة فعلا تحقق هذا الذي يقوله الأخ المتفائل، فيما لو كان للعالم الإسلامي دور فعال في هذه العولمة. عندما يكون للعالم الإسلامي دور فعال في هذه العولمة فلسوف تذوب فقاقيع الخداع باسم العولمة، ولسوف يهيمن الحق الذي يتفيأ ظلاله الغرب والشرق معا. ولكن هل سيتمكن العالم الإسلامي من القيام بدوره في هذا الصدد؟ أنا أحب أن أكون متفائلا، ولقد ازداد تفاؤلي على أعقاب مؤتمر القمة الإسلامي الذي لاحقنا وقائعه وكلماته منذ أيام، وأصغيت إلى صدى أو انعكاسات هذا المؤتمر لدى مشاعر الساسة الغربيين، ولا أقول رجل الشارع في الغرب، فرأيت من تخوفهم ما زادني تفاؤلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق ظننا هذا. الأخ محمد منصور يقول: نريد أن نسمع رأيكم كعالم مسلم عن حكم الصلح مع دولة اليهود في فلسطين وعن تطبيع العلاقات معها. يا أخي أنا تحدثت عن، لا أقول رأي، عن حكم الله عز وجل في هذا الأمر فيما كتبت أكثر من مرة وفيما قلت وفيما أذيع، ولعل أخي يحب أن أؤكد شيئا سمعه مني. أولا في الشكل قبل المضمون، في الشكل قبل المضمون، تعالوا نعد إلى الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم استقر به المقام في المدينة المنورة، ويوم أنشأ أول دولة إسلامية. نعم، طبعا بعد بعثة رسول الله، وإلا فالإسلام عمره بدأ منذ آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أحد بنود هذه الوثيقة يقول: سلم المسلمين واحدة، لا يسالم مسلم دون مسلم إلا على سواء بينهم. طبعا معنى هذه الوثيقة، معنى هذا البند، أنه لا يجوز لدولة إسلامية أن تصالح عدوا إلا بعد أن تجتمع كلمة المسلمين جميعا على هذا الصلح. هذا أول شرط لم يوجد، وهذا شرط ينص عليه الدستور الذي يتكون من 48 بندا. أما فيما يتعلق بالمضمون ففي القرآن آيتان أيها الإخوة، قد تبدوان متناقضتين لكن بينهما منتهى الانسجام. في إحدى الآيتين يقول الله عز وجل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. وفي الآية الأخرى يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. قد يقول قائل: في الآية الأولى يحذرنا وفي الآية الأخرى يدعونا، فكيف هذا؟ لاحظوا أنه يقول: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، أي لا تكونوا ضعفاء بحيث يدعوكم الضعف إلى أن تطرقوا باب السلم وعدوكم يقف في المرتبة الأعلى. ذلك لأن هذا السلم لن يكون محققا للعدالة التي ينبغي أن تتفيأ ظلالها. في الآية الأخرى ماذا يقول؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ولن يطرق العدو باب السلم إلا بعد أن يكون هو المهين ويكون المسلمون هم الأقوياء. فانظروا كم هنالك من التناسق بين الآيتين. أنا أكتفي بأن أقول هذا ما ينبغي أن نفعل عندما نكون
في المرتبة العليا، فإننا نستطيع أن نضمن حقنا واستعادة أرضنا، ومن ثم فالسلم هو الأصل. أعتقد أن هذا الجواب كاف وتفصيله في كثير مما قد كتبت. الدكتور غازي زين عوض الله عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز يقول: هناك لغط واختلافات بين المؤرخين وكتاب السيرة حول بعض التجاوزات التي خرجت عن النظام الإسلامي في خلافة سيدنا عثمان بن عفان. سؤالي: إلى أي مدى يمكن كشف الغطاء عن بعض هذه الخلافات، وما مدى رد الفعل على حياة المسلمين بعد هذه الخلافة؟ كنت أتمنى أن يعني يضع الأخصائي مزيدا من النقاط على مزيد من الحروف في سؤاله هذا، ولكن يعني لعلي لا أخطئ إن فهمت أنه يريد ما قد اتهم به سيدنا عثمان على ألسنة بعض المتحدثين وفي أقلام بعض الكاتبين، من أنه تحيز إلى بعض من أقاربه فعزل ونصب، ومن ثم استشرت أسباب الفتنة، ومن ثم اندلعت الفتنة واندلع وقودها. لعل هذا ما يريد أن يسأل عنه. أنا أيها الإخوة أحب قبل كل شيء أن أكون أديبا مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي أن أحرك لساني بقالة السوء إلا ضمن نطاق أصغي إلى دين الله عز وجل فأجده يمكنني من أن أنطق بهذه القالة. لو كنت في عصر عثمان والأمر يجري ولم يصبح في ملف التاريخ القاسي عنا، إذن لأدليت برأي، ذلك لأن الرأي آنذاك يفيد، لأن الأمر ناجز وليس داخلا في مخزن التاريخ. ولربما ذكرت رأيي في الموضوع، ولو رأيت سيدنا عثمان لربما ناقشته في أمر من الأمور، ولكن أما وقد آل الأمر إلى مخزن التاريخ ولم يعد للكلام أي تأثير في تغيير أمر أو تعديل مسألة، ما فائدة أن أطيل لساني بموضوع أقل ما فيه أنني أقول شيئا لا يعنيني، وأقل ما في الأمر أنني أخالف قول الله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم أين أنا من قول رسول الله يوم دعا الصحابة إلى تجهيز جيش العسرة، وجاء سيدنا عثمان يجر ما يجر من أموال؟ أين أنا من قول سيدنا رسول الله له: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم؟ أين أنا من قول سيدنا رسول الله يوم توفيت زوجته الأولى فزوجه رسول الله من الثانية، من بنته الثانية، ماتت ابنة رسول الله الثانية فقال له رسول الله: والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها. أنا أطيل لساني بقالة سوء في حق من قال عنه رسول الله هذا الكلام، معاذ الله. هذا الذي ألجم لساني عن الخوض في أمر لا طائل منه، أرجو أن يلجم لسان كل أخ مسلم أيضا في هذا عن هذا الأمر أيها الإخوة. وأما إن كان يسأل الأخ عن الحروب التي اشتعل وارها فيما بعد فهنالك جواب آخر، والوقت لا يتسع، ولكن أرجو أن يعود في هذا إلى كلام مفصل ذكرته في كتابه هذه مشكلاته. نعم. السائل علي المنقر يقول: كيف تفسر غياب الفهم الصحيح لروح الأديان وأهدافها الكبرى؟ أولا أنا لست ممن يقول هنالك أديان، هنالك شرائع سماوية ودين واحد. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين، الدين لا الأديان،
ولا تتفرقوا فيه. وهل بعث الرسل والأنبياء يا أخي السائل إلا بعقيدة واحدة هي عقيدة التوحيد؟ هل بعث هؤلاء الأديان هؤلاء الرسل والأنبياء إلا ليؤكدوا حقيقة واحدة كان خاتمة المؤكدين لها سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم، الآفة التي لحقت ما يسميه الأخ سائل الأديان، كلمة الأديان هذه لما تحولت العقيدة الواحدة إلى عقائد شتى، ولما تقول المتقولون على الرسل والأنبياء ما لم يقولوه، تفرق عباد الله عز وجل في طرائق شتى، وقد جاء الدين ليوحدهم وليجمع شملهم. وأعتقد أن خير علاج لهذا هي الدعوة إلى دين الله عز وجل بالنهج الذي ذكرته الآن. حاور حاور يا أخي، الذين تصورت عقولهم صور خاطئة لعقائد الإسلام أو للعقائد الدينية، حاورهم واستعن في حوارك لهم بالمنهج العلمي والإخلاص لدين الله، تجد أن هذه الآفة ثم ذابت وصححت المسألة إن شاء الله. الأستاذ عثمان مليباري يقول: نعرف أن القرآن الكريم كتاب دين وعبادة، ولكنك في كتابك فهم الحضارة الإنسانية في القرآن نقول إن القرآن حمل الناس جميعا بناء الحضارة، ترى ما هي عناصر الحضارة؟ كتابي اسمه منهج الحضارة الإنسانية في القرآن. يعني هذا السؤال يحرجني جدا، لأنني لو أجبت عنه ينبغي أن ألقي محاضرة تحتاج إلى ساعة تامة لو اختصرت. أليس خيرا من هذا يا أخي أن أحيلك إلى كتاب الذي تسألني عنه؟ الواقع أنا أجبت عن هذا السؤال في كتاب لا في مقالة، ولكني أقول لك قبل أن تقرأ هذا الكتاب، ترجم بحمد الله إلى اللغة الفرنسية، وهذا الله عز وجل عليه بعض الغربيين من فرنسيين وغيرهم، وأيقنوا فعلا أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل مفتاح الحضارة الإنسانية السليمة. فما عليك إلا أن تعود إلى هذا الكتاب، ذلك لأنني لست يعني قادرا على أن يعني ألخص الكلام تلخيصا غير مخل، أخشى أن يكون مخلا فيفسد تلخيص ما ينبغي أن تفهمه مني. سهل موجود. الأخ محمد عبد الرحيم ابن محمد علي يقول: انتشر في الآونة الأخيرة داو الانتقاص من علماء المذاهب الفقهية لا سيما الأموات منهم، ونرغب من فضيلة الشيخ إبداء نصيحته لأولئك وغيرهم. يعني هذا الشيء لم ينتشر الآن، وفي كل عصر يعني توجد آفات متنوعة تتربص بالدين بطريقة أو بأخرى. وأقول لهذا الأخ السائل: لأن كان هنالك أناس ينتقصون علماء الشريعة الإسلامية لا سيما الموتى منهم، فليطمئن إلى أن في مجتمعاتنا الإسلامية كثيرين من العلماء الذين يتأدبون مع علماء هذه الشريعة الإسلامية، لا سيما الذين رحلوا إلى الله عز وجل، ويقيمون من جهودهم حراسا لسمعة هؤلاء العلماء. ولا تتصور أن عالما استقام على دين الله وأخلص لله سبحانه وتعالى، لا تتصور أن الله يمكن ألسنة الظالمين من هذا العالم أبدا. قد تطوف قالة السوء بهم، ولكنها لن تعلق بواحد منهم بشكل من الأشكال، بل سوف تجد أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء العلماء العاملين المخلصين في كلاءته وحماه.
الأخ سعيد الخوتاني مراسل جريدة المسلمون يقول: لقد عرفتكم عبر كتابكم العظيم فقه السيرة، وهنا أود السؤال عن أمر يتعلق بذلك، وهو مدى صحة الاحتجاج والاستدلال بالروايات التاريخية المبثوثة في كتب التاريخ في مجال التشريع الإسلامي. يعني كتب التاريخ متنوعة، مثلا أنا أضرب مثلا بالبداية والنهاية لابن كثير. ابن كثير محدث، وأنا أعتبر ابن كثير حجة فيما يروي، فهو مؤرخ وفي الوقت ذاته محدث. فإذا كنت تسألني عن مؤرخ كابن كثير، أقول لك إن هذا الإنسان حجة فيما ينقل، كثيرا ما يروي، أحاديث ضعيفة إن في تفسيره أو في تاريخه، لكنه ذو نفس طويل، وما ينبغي أن نستعجل. تابع ثم اصبر، تجد أنه فيما بعد يعقب على هذه الأحاديث التي يذكرها إن بالتضعيف أو إن بالإبطال أو بالتصحيح ونحو ذلك. فهذا العالم أنا أعتمده، لكن دعني أقول لك ما علاقة التاريخ بالتشريع. مثلا الطبري، مثلا ابن خلدون، ما أظن أن الباحث في الشريعة الإسلامية يحاول أن يبحث عن حكم شرعي في كتابه من كتب التاريخ إطلاق. مصادر الشريعة الإسلامية مختلفة ومنفصلة ومستقلة عن مصادر التاريخ، وما أظن أنني في يوم من الأيام احتجت أن أتبين حكم الله في أمر من الأمور من خلال ابن خلدون أو مقدمة ابن خلدون أو تاريخه، ما أظن. أيها الإخوة، الأسئلة كثيرة، هناك بعضها متشابه، وكثيرا ما رد الشيخ على بعض الأسئلة بقولهم ارجعوا إلى كتبي، والوقت كما تعرفون. حقيقة في سؤال أخير بين يدي، وهو للأخ محمد نزار هاشم السيد، يقول في أسئلة: نرجو توضيح مبدأ الغاية تبرر الوسيلة الذي وضعه ميكا فيلي، لأن بعض الناس يظن أن هذا المبدأ يمكن استخدامه في الوصول إلى حكم الإسلام، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أخذ أمانات قريش الذين طردوه من بلاده، بل كلف علي رضي الله عنه بأدائها، لأن هذه وسيلة تخالف مبدأ الإسلام، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قاعدة الغاية تبرر الوسيلة ليست باطلة دائما وليست صحيحة دائما. ينبغي أن نحاكم هذه القاعدة إلى القانون الذي ذكرته الآن، وهو قانون سلم الأولويات. فإذا كانت الغاية تقف في مستوى الضروريات والوسيلة تقف في مستوى الحاجيات، فأنا أضحي بالحاجيات في سبيل الضروريات التي هي الغاية. أجل أبرر عندئذ الوسيلة في سبيل الغاية. وأما إن كانت الغاية أمرا من الأمور التحسينية والسبيل إليها التضحية بأمر من الأمور الحاجية أو الضرورية، فهنا ينبغي أن أقول لا يجوز أبدا أن أبرر الغاية من أجل الوسيلة. المهم أن هنالك جانبا هاما جدا، إن سميته فلسفة الشريعة الإسلامية فهي تسمية صحيحة، إن سميته سلم الأولويات في الشريعة الإسلامية فهي تسمية صحيحة، إن سميته شبكة المصالح وكيفية ترتيبها في الشريعة الإسلامية فالاسم صحيح. ينبغي أن نحاكم هذا القانون إلى هذه القاعدة. وطبعا هذا الكلام طويل الذيل، وهو كلام وهو الموضوع الذي يطوف حوله بحثي في ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية الذي كان أساس شهادة العالمية. لا نكره أن نوجه الأسئلة كلها التي وردتنا حتى نعطر أسماعنا بهذا الحديث. هذا سؤال حقيقة من الأخ محمود هاشم الوراق يقول، والأخير:
انتشرت اليوم بين صفوف طلاب العلم ظاهرة تصنيف الناس وهجر المبتدع، فيخلع بعضهم ألقاب البدعة على من يخالفهم في بعض الآراء الاجتهادية بأنه مبتدع وينهون عن قراءة كتبه، فما رأيكم بهذه الظاهرة؟ أنا أقول هنا كلمة ألزمت نفسي بها في يوم من الأيام، وأحب أن يلزم كل أخ مسلم مخلص لله أيضا نفسه بها. عندما نجد أن خلافا قد ذر قرنه وظهر بين عالمين، أو قل بين عالم ومتعلم وطالب علم، أحدهما يرى أن هذه المسألة بدعة والآخر يرى أنها ليست ببدعة، ننظر، فإن وجدنا أن هذه المسألة داخلة في قائمة المسائل الاجتهادية فينبغي لكل من الطرفين أن يفسح في صدره مكانا واسعا للرأي الآخر. وهل الأمر الاجتهادي إلا ذاك الذي يقبل أكثر من رأي واحد؟ وأكثر المسائل التي نضيق على أنفسنا أيها الإخوة سبيل الفهم لها إلى درجة أننا نتخاصم بسبب هذا التضييق من الأمور الاجتهادية، وإذا عرفنا ذلك فأعتقد أننا نظلم الدين عندما نسيء إلى إخواننا الذين خالفونا في الرأي. ولكن إذا رأينا أن هذه المسألة ليست خاضعة للاجتهاد، والمسائل الخاضعة للاجتهاد منفكة ومستقلة ومعروفة عن المسائل الخاضعة له، إذا عرفنا ذلك فينبغي لنا جميعا أن نخضع للحق، وينبغي لنا جميعا أن نعترف به، ولا مدعي إطلاقا للخلاف في أمر ليس من الأمور الاجتهادية. ونحن هنا ينبغي أن نعلم أن البدعة بمعناها الاصطلاحي لا اللغوي لا تكون إلا ضلالة، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. نعم، ولكن ما هي البدعة؟ أطال العلماء كثيرا في بيان معناها وفي تفسيرها. إذا تبينا معنى البدعة فلسوف نجد أن الصحابة اختلفوا في كثير من الأمور، منهم من قال هذه بدعة والآخرون قالوا لا هذه ليست بدعة، وما أفسد خلافهم ودا ساريا فيما بينهم بشكل من الأشكال. في الحقيقة الأسئلة كثيرة ولضيق الوقت أعتذر للإخوة الكرام الذين لم يسمعوا أسئلتهم وبالتالي إجابة علامتنا عليها، للسبب الذي أسلفت، وباسم هذا الجمع الكريم وباسمي أرفع إلى سماحة شيخنا الجليل الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الذي تفضل علينا في هذه الأمسية بكريم فضله وسماحة علمه بما عطر أمسيتنا وزادنا فضلا على فضل وكرما على كرم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن ينفع به، فقد كانت هذه الليلة ختام مسك لأمسياتنا الاثنينية في هذا الشهر المبارك، فأعيد التهنئة إليكم بقدوم شهر رمضان المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على قيامه على صيامه وقيامه، وأن يجمعنا بكم إن شاء الله بعد رمضان وأنتم جميعا بخير. أحب أن أوضح في نهاية أمسيتنا هذه أن الإثنينية ليست لها دعوة، فالقلوب مفتوحة والصدور مفتوحة والأبواب مفتوحة للجميع لمن يتعامل مع الكلمة، وشعارنا دائما من يشرفنا يكرمنا. يؤسفني أن أوضح أنني لا ألتفت
إلى أي سؤال يأتيني باسم مستعار. فالسؤال الذي يجب أن يوجه من الأساتذة الحضور يجب أن يكون باسم واضح، ولهم علي أن لا أحجب السؤال إذا كان موضوعيا. أما الأسئلة التي هي للتجريح أو التقريع كما وردتني اليوم أسئلة كثيرة وحجبتها، فسأحجب كل سؤال مثل هذا، لأن الإسلامية قامت على المحبة والحب والتآلف والتكريم، وهنا ليس مجال لأي كان أن يختلف معنا ونختلف معه، إلا إذا كان في أمر من الأمور التي تحكمها آداب الإسلام وتحكمها آداب المجالس، فأهلا وسهلا ومرحبا. أما غير ذلك فهو مرفوض مرفوض مرفوض، وبالذات الأمور التي تتعلق بالسياسة. مجلسنا مجلس أدب وعلم وفضل، فأهلا وسهلا بكل من يتقيد بذلك، وما عدا ذلك فإنني آسف. كما أرجو كررت كثيرا أن البيجر والجوال أرجو أن لا يأتي به أحد إلى هنا، أحد إلى هنا، لأنه بصراحة يؤذينا. هذه أمسيات للتوثيق، فرغم أنني أشرت عدة مرات وأعلمت وأوضحت، إلا أن بعض الإخوان يطلقون هذه الأجهزة وهي تسيء إلى الميكروفونات وإلى التسجيل، ولا أستطيع أن أعيد أنا الأمسية دي، لأن أشخاصها ينتهوا بانتهاء، ينتهوا جلوسا وينتهوا احتفاء بوجودنا بوجودنا جميعا، وبعد ذلك لا نستطيع أن نعدل ما يعني ما تعطل. كما أنني أود أن أوضح للجميع أن السادة الأساتذة الذين يودون أن يتحدثوا عن المحتفى به يشرفنا ذلك منهم كثيرا، لأن هذه الكلمات تثري هذه الأمسيات، ولكن أرجو أن نكون موضوعيين. فالكلمات هي ليست دراسة على المحتفى به، وإنما هي إضافة. من لديه أن يقول كلمة لم تقل ولم تعرف عن المحتفى به فأهلا وسهلا ومرحبا. وأما أن يشرح لنا ما ورد في كتبي وعن منهجي وكتاباتي فمشكورا هذا الاتجاه، ولكن هذا شيء معروف، ونحن كما ترون بنوجز في البدء عن المحتفى به ما يعرف السادة الحضور بالشخصية المحتفى بها، وما يرشد الآخرين الغير عارفين عنه للاطلاع على كتبه ودراساته. فلذلك أرجو أن تكون الكلمات إضافة أو مواقف لا نعرفها، لأن هذا يفيدنا جدا في التوثيق. وأرجو كذلك أن من لديه كلمة أن يتفضل بالاتصال قبل الأمسية ضمن الأسبوع، ولا يحرجنا بطلب الكلمة في نفس الليلة، لأن هناك قائمة. يعني الليلة أنا حجبت كثير من الكلمات، محبو الشيخ كثيرون وكلهم أرادوا الكلام، ولو أعطيت الكلمات لمن طلبوا الكلمة لما كان للشيخ الليلة ولا كلمة واحدة. فعذرا، وبالذات لفضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن حبنكة ابن أستاذ شيخنا الجليل وأستاذي أيضا الشيخ حسن حبنكة، لأنه لم يستطع الحضور واحدة، وكانت الكلمات أيضا كثيرة، ولكن أعد الجميع، لأن هناك قصائد أتتني وكلمات أتتني، أن أقدمها لفضيلة شيخنا الكريم. وشكرا لكم جميعا، وأترك الميكروفون لزميلي. الحقيقة أود أن أقرأ هذه الدعوة من الشيخ الشاعر الكبير علي أبو العلا، يقول: على شرف سعادة الأستاذ عبد المقصود محمد سيد خوجة، يتشرف صالون أبو العلا الأدبي بمكة أن يدعوكم لحفل افتتاح الصالون بمكة بمحلة الرصيفة أمام مقر حجاج الدول العربية سابقا مساء يوم الجمعة 19 من شهر شعبان لعام 1418 للهجرة الساعة 8 بعد صلاة العشاء، وللمشاركة باستماع للمحات عن الشعر الحجازي التي تضمنها برنامج الأمسية مع غيري، ولكم الشكر سلفا بتشريفكم. شكرا.
لهذا الجمع الكبير الحقيقة الذي طرز هذه الحديقة وهذا القصر بوجوههم الطيبة. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الكبير، شكرا للجميع. والآن يقوم الشيخ عبد المقصود خوجة بتقديم لوحة تذكارية عبارة عن لوحة الاثنينية لفضيلة ضيفنا. مساك الله بخير بولاد، كيف الحال؟ الله يحييك. كما يقدم الشيخ عبد المقصود خوجة لوحة الفنان خالد خضر. شكرا للسادة الحضور، إلى أن نلتقي إن شاء الله عقب شهر رمضان بلغنا الله إياه. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، فكراتك كلها يا سيدي. هذا طفولة سعدت به، سعدت به فترة كثيرة، سعدت به والده، كان والدنا وصديقنا وأخونا وحبيبنا. أنا سعدت به على هذا الوجه إلا وأقدم الله يبارك فيك. والله تحصلنا هذه الفرصة الجميلة الطيبة. أهلا.